بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الإخوان على التتبع. اليوم بغينا نتقاسموا مع الإخوان الساكنة القصر الكبير والمشاهدين والزملاء ديالنا اللي كيتبعوا معنا في الحلقات رأي الجامعة القصر الكبير محمد السيمو. اليوم كده اللي تعطلنا شوية ما توصلناش مع الساكنة عبر المواقع الإلكترونية، واليوم وصل الوقت إن شاء الله باش نتقاسموا معكم هذا الشغالة ديالنا، فين كنا، شنو درنا، وإلى آخره. أولا غادي نبدا بالدبلوماسية الموازية. الدبلوماسية الموازية الإخوان عندنا 29 في هذا الشهر لقاء في مدينة كومبيان بضواحي باريس فرنسية، اللي غادي يكون لقاء فيه طبعا المدينة الحاضنة ديال فرنسا ودولة السنغال وكذلك جماعة العرائش وجماعة قصر الكبير. ومن بعد عندنا نهار 18 شهر 11 الكالدي، يعني العمدة ديال المدينة بندرير إسبانيا، غادي يكون مدينة قصر الكبير. وكذلك كاين الذهاب إلى مدينة لاغوز البرتغالية نظرا كورونا وقفتنا ذيك العمل اللي كنا بديناه معاهم، اللي غادي يكون النهاية ديال شهر أكتوبر، في الأخر أكتوبر مدينة لاغوز برتغالية. وفاتحين حوار مع مدينة غرناطة إسبانيا، تاهي غيكون عندها زيارة. وكذلك فاتحين حوار مع دولة القبائل الجزائرية، اللي الإخوان طلب الله سبحانه وتعالى يستلم الأمور ديالهم تقرير المصير ديالهم. أنا سمعت واحد الفيديو ديال هواري مدين اللي كاين عند ديك الناس بواحد المواصفات قبيحة، الناس لهم تاريخ. الأصل ديال الجزائر هما القبائل، والدولة اللي كتكون كتكلم بالديمقراطية خصها تكون هي قدوة. تينا مشيتي كتكلم على واحد الجزء من الدولة المغربية اللي قال لك رابح درياسة، أنت مشغول بعيوب الناس يتبون، وأنت بعيبك خلاص اشتغل بالعيوب ديالك. ريح، احنا بالنسبة لنا الدبلوماسية الموازية ديالنا مفتوحة على جميع الشركاء اللي باغيين يتعاملوا معنا، وإن شاء الله غادي نشوف هادشي. فيما يخص الشان المحلي، اللي بغى يشوف مزيان وحلوينته يمشي يشوف المنتزه دعينا عبيد بضواحي قصر الكبير. مشكور السيد رئيس الحكومه لما كان وزير الفلاحه، 50 هكتار غابويه الان الشركه عملاقه اللي خدامه في المشروع. واحد، جوج، منطقه صناعيه في طور الانجاز اللي كنتوا كتضحكوا علينا وكتكذبوا وشككون وكتشكوا المواطنين في هذه الانجازات. القطن الفلاحي ما بقاش يبيع الان، التنزيل على ارض الواقع هو غادي تبدا الشركه في اليومين هذه. القطن الفلاحي غادي يبدا ب 12000 ياك جاتكم. انا الايام شفت شي فلاح مسكين في العوامره كيغوت كيقول ما صابوش يد العامله، يد العامله في العام قدش كيغوت مسكين. شفت له فيسبوك 12000 ازيد. المنطقه الصناعيه القصر الكبير الله اكبر واكرم. دخلوا المدينه شويه مزيان، دخلوا المدينه شويه. المدرسه كره القدم قضي الامر بدون يعني في النهايه ديالها. الملعب ديال اللي قلتو دار الدخان، ما فهمتش انا الدخان ما بغيتو تلصقوه داز دراع. المجلس السابق سمى ديك المنطقه حي المسيره على واحد الملحمه وطنيه، اسم اللي كيدير على واحد البصمه اللي خلاها الملك الراحل حسن الثاني الله يرحمه، حي المسيره. الملعب
اي مجرد قلنا غادي نسميوها على واحد القامه كبيره عالميه اللي جا مسكين وقال انا ولد القصر. قال يجي وحدين جرحوه جرحوا الام ديالو بعد ما كان غادي يجي وعن صدفه هو والاستاذ قجاع وديك الصديق ديالو اللي معاه ديك الولد السمار والمنتخب الوطني غادي يجي قصر كبير بديتو عليهم طن 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 عكرتو حتى الجو صباح دابا هذيك الولد عمل تيجان دار بيضاء وغادي يعمل مشروع دار بيضاء بعد ما قلنا غنجيبوه هنا وكان يدير مشروع هنا وفرحان مسكين لا حول ولا قوة الا بالله ما عرفناش هذا القراد اللي تبلد بهم المدينه فوقاش غادي ينتقم الله منهم في المدينه انا عنده شو حاجه جمعيه يجي عندي مرحبا خلوا المدينه عليكم خلونا نشتغلوا بركة من الجبيد بركة الآن وليتو كنعبئوا الناس عملا كرسي الحديد هرسوه ما كرسي الخشب هرسوه عملا كرانيطو هرسوه ما عرفتش شنو غنديروا يقول لنا هذا الله يفضلك ديروا اش كديروا بهم أنا انتقدونا وقولوا هادشي ماشي هذاك وكذا ما كاين حتى مشكل وفي نفس الوقت كنشوفوا بعض السلوكيات اللي ما كتشرفش طعنتوا في واحد العدد المسائل وسير شوف دابا المكتبه الحسيسن وتكون عندك جراه ونزله المكتبه كيفاش طلع هكا سير المركب عبد السلام عامر كي طلع البني كي داير والهندسه كي دايره والمرافق اللي فيه فنان تشكيلي المسرح الفن كذا 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 في اعداد مرافق باركين السيارات من تحت راهي حل طلعش من الملعب اشرف الحكيمي كيفاش طلع وخا ديك الولد ما يدير والو ما يجيش عندنا حنا غادي نصفه لانه بعد الكلاب مسعوره عضاتو وبعد الناس اللي ما عارفينش نتمنى يتراجعوا على هذه النظره السيئه للمدينه ديالهم ولهذا الشخص اللي كيشرفنا ودخل التاريخ دخل الان العالم يتكلم عن شرف الحكيمي كان عايش قصر كبير كان نجم كبير ومعاه نجوم اخرى وهيدير واحد الاشاعه المدينه ديتو علينا الكلام ساقط ماشي هكا والان غادي نخرجوا القوى المساعده اللي في شارع الرباط الى مكان اخر وهذاك الفضاء غادي نستغلوه للمدينه غيولي متنفس وغيبقاو يجلسوا فيه الناس كجرده نصغبوها مزيان باش يكون قيمه اضافيه في ديك الشارع الساحه العموميه اللي عندنا قدام بني خلدون ديك السكن اللي غادي يطيح هذه قيمه اضافيه للمدينه انا عارفكم ماشي كيقص حكم ولكن صبروا صبروا الله يرحم والدين ماشي كيقص حكم بعد ما كيكون الانسان ماشي يتناول غرام لا يولي يتناول 5 غرام و 6 غرام كيعاود يزيد ينفجر فينا حاول تنقص من هادشي تراجع عليه وشب المنطقة بعين الرحمة المدينة ديالك هذا هو الـ 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 العقل السليم هو اللي كيشوف بالعين الإيجابية لبلادو الوطن هما شحال الناس كيهضروا على المغرب وكيبغوا يخسروا الوجه المغرب عمركم فيكم شي واحد اللي يتكلم بهذا الموضوع كتقلبوا على الناس اللي غادي هذا دور معايا هذا ما دورش معايا هذا عطاني ما عطاني شيء اعطيني ولا يكسب عليك ما عطاني شيء غادي يكسب عليك هيدا نبقاو هيدا نبقاو غادي انا شي ما يدومش وما عايش لكش هادشي والله لا دام هيدم المعقول اليوم جيتي ونصبت على واحد مجموعه الشباب واحد من دوار حسين واحد من واحد الاعلامي موجاز وشي دراري فلان حميد غنعجبكم الارض انا نفكم هذه طلعتي وهذا ما فكها من وحلها غدبر معاهم الشيء اللي وعدتهم به ماشي قال لهم دابا يقول لهم خطي فينا ولا غاتكلم معارضه خصها تكون معارضه بناءه اللي كتصحح الاخطاء الاغلبيه الرئيس صافي عندك خطا الرئيس صافي عندك خطا الرئيس شنو خصك دير كما كنا حنا لما كنا في المعارضه ذاك الشيء اللي قلناه واللي تحفظنا عليه كامل اليوم وقفنا عليه تحفظنا بزاف الحوايج وجا اليوم التاريخ وقال السيمون هذا كان على صواب هكذا خصك معارضه اش معارضه عطيه شكوره اش بالون
السيدة التحقت بالعريش أمال طريبق مشكورة سنعيت بهذا المجلس والتحقت بالعريش وعملنا استقبال بالعريش وعملنا الصلح بالعريش. جات إلى حدث مع الناس غير عملت واحد إشارة وغير ربطوها بشي طريقة أخرى بغينا عكونا الجو مع السلطة وعكونا الجو مع الجماعة. مفروض على الباشي يتعامل معي وعلى العامل يتعامل معي والكاتب العام يتعامل جميع المؤسسات مصالح الخارجية خصها تتعامل معي ماشي في السيمو مؤسسة. ومن يكون تعاوتني بالمؤسسة مرحبا بك. حنا مع كل احترام نحترم بعضنا بعض. جماعة العريش كنعطي الموقع ديال لارش نيوز 11 مليون سنتيم 110 درهم 11 جنيه الله يعاون المصالح متبادلة الله يجدي سير. ومالكم مع القصر؟ مالك مع القصر؟ شنو بغيت منها؟ فيما كان شي صورة سيئة الكلاب يصورون في القصر يصورون في العريش المنحرفين مصورين في القصر محل هذا الدوائر اللي كنصبوها القصر. مالك مريض عندك شي حاجه مع القصر؟ اللي كيكون كيتحلى بالديمقراطيه كيكون موضوعي كيعمل اللي مزيان مزيان واللي قبيح قبيح ويمكن قبيح شي شويه ولكن اللي مزيان كيكون هو الاصل لان هذه بلادنا. اما عي قبيح نظره السوداء على قصر كبير راه عمركم ما عاد وصلوا القافله غادا القصر غادي ولكن خلونا شويه من راه عندي بزاف الحوايج عطينا اتساع خليك الخوات ديالك في النقابه والخوات ديالك دار الضو والخوات ديالك في داك الشيء اللي عندك عطيني اتساع ما راه ما نصلح لك شيء. انا كنقول لك اللي كنعاني من المدينه كانوا داروا واحد اتفاق كنشبهوه انا بديك اتفاق ديال قريش اللي دار في مكة اتفاق ديال قريش وما نجح نمشي طبعا ما بقول على باطل فهو باطل. قال لك حنا غادي نبقاو نمشيو للناس اللي يقول مزيان في القصر او اللي يدافع على المجلس او على السيمو غادي نطحنه. هاد الصيفية جاوا بعض الناس اللي عندهم النوايا الحسنة واللي شافوا بالنظرة الإيجابية عضوهم عضوا الأستاذ الفاضل محمد المدن الراجل اللي قدم مدينة قصر كبير كثير تربوي بالامتياز عضوه اي مجرد قال المدينة عرفت واحد التحسن واحد التحول في مجال الإنجاز. الأخت فاطمة بنت عبد الله حمو اي قالت أنا العمود ضد الضوء اللي عندي في مدري في إسبانيا ماشي هو اللي في قصر القصر أحسن من هذاك اي قلتها ماشي اللي جا بعينها صلخوها مسكينه. الاخ ابو عبيد استاذ فاضل اللي قدم في التكوفي تطح ما سلمش من الشر ديالهم هذا. الاخ حسن الرحالي بلجيكا حتى هو مسكين عذرنا في المدينه عملنا واحد الدردشه التهمه بالمريقي وبالطبال حتى هو عضوه حيت ما خصمش شي واحد يقول مدينة مزيانة أو المجلس مزيان. شوف المدينة جاوبت عليك شهر 98 كان جواب المدينة واقع الجواب حيث مدينة قصر كبير مدينة العقلاء. أنا سبق لي قلت لك شوف المدينة اللي قدم لها شي خدمة كيجازيوه واللي ما كيقصرش اللي كيقصر في الحق المدينة كيجازيوه حتى هو جزاء ديالو طريحة ارحل سير بحالك. نطلب الله احنا ما نوصلوش لهذا الشيء وانا شفت راسي غنوصل لشي حاجه نمشي في حالي قبل ما نترشح. شفت راسي فشلت وما قدرتش نوصل لشي حاجه. ما تكون عارف. بارك من هذه السلوكيات. ايش ولا عندنا؟ نذكروا معنا ما يمكننا نذكروا عليه. تكلموا معنا في الثقافه. تكلموا معنا في الرياضه. تكلموا معنا في المجال البيعي في الحديقه والصحه العموميه. تكلموا معنا في الاسواق. تكلموا معنا بالشيء اللي خصنا نتكلموا عليه. السكه الحديديه المشروع بين وصل بين غادي. ونحن سنستمر. وعلاش كنقول هذا الشيء؟ باش ما نبقاوش نغلطوا الراي العام. منذ هذه السنه قولوا لي عطيتوا شي اقتراح صعب وتكلمتوا به غير على المدينه.
حيت ما كيعجبكمش الاصلاح، ما كيعجبكمش، حيت اللي كيعيش في واحد الجو، واش ما نقولش عاوتاني نرجع عندك شي، ما يمكنش يعيش بشي حاجه مزيانه، حيت كيعيش بداك الشيء اللي قبح. سنستمر اصلاح المدينه ما دام الروح كتطلعوا تهوت فينا، لا نقف، والامور غاده باذن الله، وسنستمر. دابا الان عندنا نزعم الكيان الطريق الدائري من القنطره للواد الجديد، اللي دابا دخلنا مع السي بارك الله يجزيه بخير اتفاقيه، وزاره التجهيز غادي تصلح نبني القناطر بجوج، وغنقوم بالطريق الدائري اللي مع الواد، وحنا غادي نقدموا ونوضوا بالطريق الدائري من الزيتون للمعيزي، طريق 410 اللي غادا الشاون، عرضوها بطريق طنجه يعني حي الشرفاء، وبطريق العرائش، مشيو لواحد الطريق دائري، لان المدينه كتعاني من التراكتورات اللي كيربدوا الشمندار، اللي كيربدوا قصب السكر، الكاميوات، الرموكات، كذا، الدواب، هادشي غادي نديروا معاه الحل باش نخفوا على المدينه. نخفوا على المدينه. لان المدينه عانتنا شي كثير، سنين بركه. والسيد باشا مشكور في الاستعداد ديالو باش يعاوننا في هذا التنظيم ديال المدينه. اكيد السيد باق صغير وعنده حتى هو ما يقول، من خلال جلسه جلسنا معاه، خرج غادي يخلقوا لنا شي تخربيقه، قال لن تفلحوا ابدا. لن تفلحوا. والباشا ما جاش يخدم حزب سكله ولا حزب شي حزب اخر. الباشا جاي يخدم المدينه، جاي يخدم الوطن. بركه ما تلعبوا مع العكر، بغيو تخرجوا السياق على شي اتجاه. ما توصلوش. وحنا عارفين شكون اللي موراك شي. احد الاعضاء اللي كيتعامل معك وصلتين هذوك. اللي كيحبوا الخير للمدينه. حيت انت اصلا ما ساكنش في المدينه. لا بد ما تتامر مع الناس اللي خارجين المدينه، طبيعي. لانك قلتي كتعيش في المدينه، كتعاني من الاوحال ديالها والوسخ ديالها او النظافه ديالها او داك الشيء المزيان ديالها طبعا. ثلاثه اسمح لي والامثال ديالك كان عليك تقول اودي خصنا ننظموا المدينه، ماشي مشو ضد التنظيم. حنا العماج ما طلعش ترخصوا لي مكتوبه، حيت بغينا نديرهم في واحد المكان باش يخون المدينه. ماذا ما احنا باقي ما فتحنا الاسواق والباعه باقي في المدينه، الامر هو باقي كما كان، ولكن الان وصل الوقت اللي غادي نحسموا في هذا الشيء. ما كاينش الباعه في وسط المدينه، ما كاينش كرارس، ما كاينش الحيوانات نهائيا. والكلاب احنا خدامين باش نشوفوا الطريقه اللي يمكن يتم القضاء عليهم، ما نخليهمش. الكلاب ضرب على الرجلين، واللي تعاطب معاهم شغلوا هذاك كالعاده. حنا اليوم بالنسبه لهذا التنظيم والله قمنا بواحد، درنا واحد الصفقه تشوير يعني البلايك والممرة الراجلين والضوضان. الضوضان اللجنه صغبت كل التحملات، صغبت الصفقه، تلونصات بعد ما حتى كتوقع من عند السيد العامل مجلس ها، وعاد كتلونصا وكتقول القبض، يعني عنده واحد الاجراء. ايوا ماذا ما بقى الفهامه؟ منين احنا عملنا في الصفقه 10 سنتيم الساعه قول الله يرحمه نقصوا لنا جوج، وعيط لك مولين طاكسيات وكذا، عيط لهم. حنا هذا حقنا السير ديالنا. مشي نستغرب لي دوطان غادي نبقى نعيط انا. حنا الجمعيات، المجتمع المدني، الطاكسيات وغير ذلك كنجتمعوا معاها مع الحوايج اخرى، واش غنقلوهم، واش غادي يبقاو تما، شنو خصهم، دير رقم الشمس كذا، باش نجلسوا معاهم. حنا غادي نجلس مع مولين الطاكسيات لا الكبار ولا الصغارين، وغادي نشوفوا شنو خصنا نديروا في المدينه، وغنعودوا النظر في الطريقه ديال التعامل ديالنا في المدينه، حنا وهما كمؤسسه. الباشا السيد باشا عاد جا جديد، غادي نعيطوا للجمعيات اللي معنيين، فيدراليه التجار، اتحاد التجار، الجمعيات المهنيه، وغادي نعيطوا جمعيات الطاكسيات وما النقابات الى اخره. الاخوان احنا اليوم نزلنا واحد الاشكال باش يعالج واحد المشكل. جبنا واحد الحاجه اللي تعالج واحد الحاجه. هو عملنا لي دوطان. الناس العوام شنو يقولوا؟ كيقولوا البوليس ميت.
ما معنى؟ والناس ديالنا كيقولوا المخزن واخا يكون شاد ما تخلفش عليه، كيقول لك هذاك واحد البوليسي ميت يجب احترامه. حنا ملي عملنا لي دوزان 5 سنتيم قوزتو، عملنا 7 سنتيم قدام دخلت السبيطار ديال العريش قوزتو. انا قلت عندي 12 ولكن من اللجنه القانون كيقول 10، اما لو كان عليا انا خصو يكون 12 ولا 15. تجي انت موقف علاش؟ بركه من قتال المواطنين، بركه. عرفتي شحال ماتوا الناس ملي استغربنا الطق ديال العريش دابا؟ شحال ماتوا تما خالد الطق ديال الحميد، هذا نرجعوا ليها. خالد الطق تطبس، لا الطق ديال العريش. كاين الناس اللي ماتوا، كاين الناس اللي عندهم لها مستدامه، صبحهم مساكين اما ما عندوش رجل او اليد او كذا. والاغلبيه ديك الحوادث راكم عارفين، موتور ثلاثة الروايض، طاكسي، شي واحد اللي هو شو عادي، المهم حرام. في وسط المدينه اللي عندك 40 غادي 100، عمرك هضرتي على هذو؟ عملتيش الله يفعل هذا الشيء. على المجلس ها هو دار ها هو طلع، نعم هذا اختصاص ديالي. وهذوك الراعي الاوفياء سيدنا، وشفت المواطنين كيفاش تفاعلوا كيفاش تجاوبوا مع داك الشيء. نعم الاخوان ديال الطاكسيات وثلاثه الروايض وبعض الكاميرات الشاحنات وهذا ما عجبهمش داك الشيء، عادي عادي يطر الراي ديالهم. ولكن انا الساكنه الاغلبيه قالت خص يكون ديك الدوزان هذيك. دابا الان عندي 19 طلب، 19 طلب اللي عندي دابا اللي خصني نستجيب له. عنده صفقه اخرى ديال هاد الدوزان باش يمكننا نعود النظر بطريقة هذا في التنزيل ديالو يمكن. ولكن السكينة كتقول هذا، واش دابا حنا نمشيو مع السكينة ولا نمشيو مع جمعية ولا جوج؟ السكينة كتقول هاد الدوزان هذا خص يكون باب المدرسة، عمل خير فوامور صافي. لأن باب المدرسة، باب السبيطار، باب الكلية، باب المحكمة، إذا كاين مؤسسات خص يجيو احترام بركة. وحنا داكشي ما مشيناش داكشي عشوائي، لا شتي كاين صالح في القانون وكانت صفقة ولا كان عندي شي ملاحظة كيدخل بواب الجماعة. إيوا تخلي ديالي دي مشي تكلم شحال الناس غيمشيو فرنسا، شكون غيمشي اسبانيا؟ هذاك الشغل الأغلبية ماشي ديالي. وما نكونش نضرو على ديك الجانب المادي، ها الاعضاء ضد الطبليات، الاعضاء ماشيين فرنسا، الاعضاء ماشيين كذا، اسمع هذاك شغلنا وامتياز طه المشرع على الاعضاء. مع العلم باقي ما فرقنا ولا الطبليات ماشيين حتى واحد، شكون عارف؟ والمجلس الواحد في المغرب اللي نهار الدوره من يتغدى من يتعشى كيصوت يمشي بحاله في المغرب وكان تحدك. والمجلس الواحد اللي حيد امتيازات الفصل ديال السفاريات حيدناه، والفصل ديال البلازما حيدنا واحد العدد الحوايج. غنكون عارف اطمئن. والمجالس المغرب كامله زادت دارت تحويلات في قضيه المازوت، حنا باقي ما حولنا حتى سنتيم. داكشي اللي كان عندنا حنا باقي نتقطعوا بحاجه نتقطعوا. احيانا الاعضاء كيخلصوا المازوت من جيبهم. وليت الانتباه ديالي واستغربت منه، هو واحد كينحضر من واحد الاسره عريقه، اسره ديال القضاة ديال العلماء ديال الزوايا معروف على صعيد المدينه، ناس فضلاء وكيحضروا بالاحترام من عندي ومن غيري. واحد منهم خرج جا عندنا كيخطب المجلس السابق، قلنا يمكن على صعوبة، جا لنا نفسنا فشل في السياسه، فشل في داك الشيء اللي كيشتغل فيه. واليوم كنستغرب منه كيدخلنا عند المنافحيه جي ملكم ونطير ويخطي فينا، وينتمي لهذه الاسره. واش ما جاش شي وقت تعمل في حال فضيل بن عياض تقول بركه اتوب الله؟ مالك يا ولدي؟ مالك رفد هذا الثقل؟ حنا المحطه الطرقيه راه المدينه والاكليم وكل شيء قال خصها تكون تقربط، ماشي انا غادي نكررها لك. خلاو قرار باش يبقى التوازن المدينه، ما يمكنش يدور قدام كلينيك وقدام السبيطار وقدام المحكمه وقدام الكليه، قال لك ما يمكنش يكون محطه الكيران تما. مالك لاصق فيا يا ولدي؟ انا كنشكر الله سبحانه وتعالى بك، وكنطمن العائله ديالك
تكون في الشر ديالك عليا ثاني اتساع، راه ما صالح لك شيء. انا مع العائله ديالك طيبه، انا مزيان معاهم بزاف، وانت ولدي خرجتي حافظ على الاسره ديالك، تقول هذا واحد اللي غبر لي نفح ونقرا من الواكا سكره ونقرا من الواكا نعمل له الجو والحيه والكومنتير وصيان الفلوس، عاشيتين في الرباط وعاشيتين في طنجه وعاشيتين هنا وشيتين من الغابره، ما عاد الله يهديك شي ما يصلح لك شي شي مزيان. غادي نرجع نكمل بعض المسائل. الكليه مشات الشركه فسخوا معاها، جات شركه اخرى قريبا غنبدا نخدم. ها واحد حديقه السلام ساخنه مع المقاول الاول وداها المقاول الثاني قريبا عاد يخدم. قاعه مغطاه رحنا في النهايه ديال التصفيه ديال الاجراءات باش نعاود ثاني ندخل شركه اخرى نكمل ما تبقى. المحيط ديال ديال سوق الجمله والكورنا وداك الشيء راه صفقه ذات المقاوله وزاره الفلاحه مشكوره 3 مليون درهم باش يكملوا كل شيء اللي باقي الناس. اذا الامور غاده على حسن ميرم، باقي لنا مشكل مع لاري باكا. راه نهار الخميس كاين اجتماع اللي عايز السيد عامل شخصيا اللي عايز يطلع اجتماع مع الشركه، لان خلتنا طريق ديال المقبره مفتوحه، طريق ديال الوفا العليا محفوره، واحد عدد الشارع من الشوارع بولاد حميد في المدينه. غادي نشوف شنو غنديروا معها، اما تستمر واما نمسخوا معها نمشي بحالها. اذا الامور غاده والمنتزه ديال تقساطة في التوه. اذا الامور غاده وهذه الاشكالات مطروحه على الصعيد الوطني والعالمي، باش ما ندخلوش احنا في مشكل عالمي، هذا راه كيعاني منه العالم ماشي غير المغرب. وحنا الحمد لله راه حنا غاديين امور غاده على حسن ميرام. الاخوان الساكنه اطمئنوا، راه المدينه ديالكم بايدي امنه. امور غاده على حسن ميرام. كنطلب من السكان، انا غادي نطلب من الاخ يوسف باش يفتح واحد الحوار نسمعوا اقتراحات الساكنه، لا في الدودان ولا في مشاريع اخرى. والمشاريع اللي هي في طريق اللي ما جا طريق الدائري مسبح الاولمبي، المهم واحد العدد المشاريع اللي هي جايه في الطريق اللي احنا ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي فيها. القاعة المغطاة غادي تصلح، السق جا مشكور باقي كيعطينا، الكامبو ديال البلدي راه غادي يعرف كذلك حتى هو الخطا وبعض الاصلاحات اللي باقا فيه. اذا الاخوان اطمئنوا، الملاعب القربة احنا في الطريق ديال التنزيل باش نزيدوا ما تبقى من هذه المشاريع، غادي يطلوا نصا بعض الملاعب اللي باقا. اذا الامور غادة الاخوان، القناطير والمشاهد الفنية مع السكة الحديدية غادة في التنزيل. كاين بعض الاشكالات جبرناها مع لونيب بعد الويدان ديال الماء، وجبرنا مع الوكالة الأراضية الويدان دوار الحار، ولكن رحنا في الطريق الصفية. السيد ولي والسيد عامل دخلوا، والسيد عامل مشكور غادي معنا على قدم وسق. حنا ما كنشتغلوش بوحدنا، ومني قلنا لكم هادشي اللي عطاتنا الداخلية على حسن التدبير ديال الجامعة قصر كبير، على النجاعة قصر كبير، البنك الدولي ومؤسسة التعاون الفرنسية والداخلية المغربية، عطاونا مليار و 340 ماشي من الفراغ، من النجاعة ماشي بوحدنا، حنا والموظفين والسلطات الوصية الكل شركاء اللي كيتعاونوا معنا. ما عجبكمش الحال، علاش قصر كبير يجي هو اللولي؟ حيت بينه وبين الاول عين صدق نص نقطة، وهذيك نص نقطة وقع نعاود على الخلل بسيط عندنا، ولكن هذا عادي. حنا ولولي نص نقطة ماشي 10 نقط ولا 20 ولا 30 ولا 40، هذه انا نقول عندي خيانة العريش. شوف الرتبة اللي عندك واللي عندنا، الله يهديكم خليكم تمشوا معنا في واحد السياق اللي هو ايجابي واللي يشجعنا. هذاك اللي عندنا اللي كيجري ملي كيصفقوا على الناس كيضاعف المجهود ديالو، ما طيحوناش، خلونا نضاعفوا المجهود ديالنا ونمشوا باصلاح هذه المدينه وهذا الاقليم وهذه الجهه وهذا الوطن، لان احنا معنيين كلنا خصنا نمشوا في هذا الاتجاه ديال الاصلاح. وإذا كان شي واحد كيظن على انه غادي يولي يدي وغادي يدخلوا بهذه السلوكيه صحيح تعيصوا، عاشوا الباب خاصك تعرف راه غنى جا من جبل، حنا مواليه، ولكن غير الصواب على الطريق المستقيم. ماشي شي واحد يبقى يلوي يدي ويبتزني باش نعطي شي حاجه، والله لا ادى شي حاجه، والله عطيتك
وما عندك ما تدي من عندي، وسنستمر اللي أعطى الله سبحانه وتعالى هو هذا، والمدينة أعطانا الثقة ديالها، وحنا خدامين مع المدينة ديالنا ومع الإقليم ديالنا ومع الجهة ديالنا ومع الوطن ديالنا. اللي بغى ينخرط في ورش الإصلاح اللي دعا عليه سيدنا الله ينصره واللي الآن غادي عليه السيد رئيس الحكومة، حنا مستعدين، واللي بغى يمشي معنا بديك الشيء اللي بغى اللي هو عنده هو ما يمشيش معاه أبدا. اللي بغى يقتنع بالإصلاح اللي عندنا مرحبا به، واللي بغى يمشي بديك الشيء اللي بغى هو يعطينا اتساع شغله هذاك. أنا ما بقاش نجوع عاد ينفح ويجي يقصر بيا، ينفح ويكون معقول لأنه مريض مبلي يسكر شغله هذاك حرية ديالو، لكن ماشي يسكر ويبدا يتلا بيا أنا. أنا ما دي موري ورا كل حاجة راه كنسجلها، وفي الآخر غادي نذكروا عليك شي. أنا كنقول اللي هو عنده العقل السليم يجي مرحبا به، والمثقف المدينة احترموهم، والسياسيين المدينة احترموهم، والأغنياء المدينة احترموهم، علماء المدينة احترموهم، الجمعية المدينة احترموهم. مابقاوش كل مرة قرصوا واحد، كل مرة صوتوا على واحد، ماشي بهذه الطريقة غادي نوصلوا أبدا، ولا نزاد إلا قوة. وشكرا، تبارك الله عليكم.